أكد النائب عن تحالف البناء منصور البعيجي أن حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ستنهار خلال الأسبوع الحالي إذا لم يكمل كابينته الوزارية المتبقية. البعيجي قال في بيان لها أن التحدي كبير جدا أمام الحكومة، فكيف تستطيع أن تواجه هذا التحدي والكابينة الوزارية غير مكتملة؟ لذلك على رئيس الوزراء أن يتحمل المسؤولية الكاملة وأن لا يتأثر في أي ضغوط، وأن يحضر بالجلسة المقبلة ويقدم المرشحين ويضع الكرة في ملعب مجلس النواب للتصويت عليهم.